ايه يا حسام، بقول لك ايه، عارف الدكتور اللي اسمه احمد اللي كان بيعالجني في المستشفى؟ هاته تعالى دلوقتي حالا، اتصرف، هاته من تحت الارض. يلا اخلص. سلام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله، استغفر الله. عوض جاي منين يا ولدي دلوك؟ والله يا امي جلكت شويه، سمعت قران الفجر، قلت راح اصلي حاضر في الجامع. ربنا يتقبل يا ولدي. تعال انا عايزاك في موضوع. خير يا امي؟ تعال يا ست الكل. وفي الحقيقه انا شاكك ان عندها ازمه قلبيه، وعشان اتاكد لازم انقلها المستشفى فورا. هي اسمها ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ ما هو طب مين المسؤول عنها؟ اهلها مين؟ يا دكتور ما اعرفش عنها اي حاجه، انا فجاه بتخبط على الباب زي المجنونه، فتحت لقيتها بسرعه على الارض. طب سليم منزل اسال عليها الجيران ولا البواب ولا اي حد؟ ازاي يا حسام؟ هنخبط على الناس وش الفجر، ما ينفعش طبعا. ما عشان انقلها المستشفى حالا لازم اعرف مين دي وتدخل على مسؤوليتي. يا دكتور بقول لك ايه، انت ست كبيره مش ينفع نسيبها كده. دخلها المستشفى لو حتى على مسؤوليتي انا، ولو على الفلوس ما تقلقش انا هتصرف. القضيه مش قضيه فلوس. اشوف كده. الو، يا دكتور خالد، انا دكتور احمد. عايز عربية مجهزة فورا عن العنوان ده، هوصف لك العنوان. ها؟ بقول لك يا حسام، خليك معاهم كده لحد ما تشوف هتعملوا ايه؟ ننزل الشارع الف لف لحد ما تنزلوا، مش عايز حد يحس ان انا عايش هنا. انا فهمت الدكتور احمد على كل حاجة، ما تقلقش. خلي بالك منها. حاضر. ايوه يا امي، بس انا ورحمه ابوي واخوي جابر ما طلعت مني العيبه. عارفه يا ولدي، عارفه، بس احنا مش هنستنوا لما لا قدر الله حاجه عفشه هتحصل منيني. بعدين الست كلمتني ولازم نكبروا بيها، دول برضو ضيوفنا وامانه عندينا. حرص يا ولدي وخليك في حالك على قد ما تقدر، بس خليك فاهم انا لا عمري خونتك ولا جليت في نظري، احنا بس بنعمل الاصول، فاهم يا ولدي؟ فاهم يا حاجة. انا قلت الست دي بتكذب وبتحور وكلامها كله في حاجه غلط. يعني مرات ادهم قبل ما تموت ما كانتش بتحبه ولا بتطيقه، وعلاقته بحماته كانت زي الزفت. حتى بعد ما مراته ماتت لا حماته سالت عليه ولا هو سال على حماته. يعني لو حد كان عايز ينتقم منه كان قتله هو، ما قتلش مراته. طب ممكن عارف ان ادهم بيحب مراته وحب يحرق قلبه عليها برضه؟ جايز. وجايز يكون موت مراته اصلا ملوش علاقه بشغل ادهم من اساسه. طب مش يمكن ادهم نفسه هو اللي قتلها وعمل كل الفيلم ده عشان خاطر يداري على عملته؟ هو ده فيلم امريكاني حبتين، بس برضه جايز. المهم دلوقتي الوليه دي ليه بتكذب وبتخبي شهادتها؟ هم جابوها كذا مره، وكل مره يسالوها ماسكه في الكلمتين اللي قالتهم. وعلى فكره جوزها راجل تقيل وفي ناس كتير قوي سندها. عشان كده الست دي ما ينفعش نتكلم معاها. ميري، الست دي عايزه لها حل تاني. حل تاني ايه يعني؟ هنسحر لها؟ اه هنسحر لها. النهارده بالليل على طول كده؟ خير البر عاجله يا درش. مالك مرعوب كده ليه ووشك اصفر؟ امال الجاسوسيه اللي كنت شغال فيها دي؟ بقي دي منظر واحد كان شغال شغلانه ممكن تجيب له اعدام. مش فكرة مرعوب، أنا بس مستغرب، إحنا لسه هربانين من مكانه كنا هنتمسك فيه وما صدقنا لقينا متوى، نقوم سايبين ورايحين مكان تاني. أنا اللي هربتكم، وأنا اللي جبتكم هنا، وأنا اللي جهزت المكان الجديد. جرى يا مصطفى؟ أنا مش فاضي الشغل العيال ده. بعدين أعمل حسابك، أنتوا هتبقوا لوحديكم هناك، تتهز زي كده وتلخبط لنا الدنيا، قسما بالله العظيم أخلي أبو حمزة يقتلك ويدفنك مطرحك. أنا فيها اللي مكفيني ومش ناقص. صلي على النبي يا عاكف. الراجل ما قالش حاجة غلط. هو بس عايز يطمن. انا اللي معايا وفي عهدتي ما يشيلش هم يا ابو حمزه. بعدين انا مش فاضي شغل العيال ده. المكان الجديد بيجي جاهز وامانه شغلتي وانا اضرب بيها. هنستنوا الليل يليل تلموا حاجتكم وتجهزوا وتتوكلوا على الله. وانت يا مصطفى ما اسمعش منك الكلام الفارغ ده تاني لغايه لما تغور من وشي، انت فاهم؟ المنيه؟ اه واسمها هلجة. عايشه في مصر طول عمرها، عايشه في الشقه اللي تحت. على قد ما سايبت ركبي لما وقعت قدامي، بس والله صعبت عليا، فكرتني بامي يا اخي. تصدق ان انت مرزق؟ مش كفايه عليك كل اللي انت فيه ده؟
يطلع لك هلجة دي كمان؟ يا عم يا وساب وقع قدامنا حد لاقي، يمكن لما نعمل حاجة كويسة ربنا يقف معنا ويساعدنا. على رأيك. قولي بقى، عملت ايه في موضوع مرات أدم؟ مالك يا جدع انت؟ قالب زحنتك ده ليه؟ زعلان على فراق مصطفى وابو حمزه اياك؟ وما هزعل عليهم ليه ان شاء الله؟ ما يغيروا في 60 ده دول كانوا قارفيني. وبعدين خلي المكان يفضل علينا شويه بدل ما عامل زي الاتوبيس كده. خلينا نشوف شغلنا. الا صحيح هم هيغيروا في اي جايه؟ لا ادهم، انت صحيح بقيت شريكي، بس ديه بالذات مش هقدر اقول لك عليها. ليه بقى؟ بتغير عليهم؟ ولا ما بيكشفوش على الرجاله؟ لا وانت صادق، ما بيكشفوش على الضباط. اني نبهتك كتير يا ادهم، الضابط اللي جواك ده هيقتلك. اني لا مختوم على قفاي ولا انا عيل صغير. اني من اول مره شفتك واني عارف انك ما بتحبش التنين دول بالذات، شايف نفسك انضف منيهم، مع انكم يا اخي كلكم مساجين. وانت يعني لا مقاومينك من على سجاده ولا كان في يدك سبحه. مش الاتنين دول بس، انا بصراحه شايف نفسي انضف من الناس كلها حتى انت. عارف، بس التنين دول بالذات ليهم حتة لوحديهم. اكمن الضابط اللي جواك مش قادر يبلع انه تحط في خانة واحدة مع جاسوس وارهابي، مع انك يا اخي متفرقش عنهم كتير. يا عزيزي كلنا لصوص، بس في فرق كبير قوي بين المجرم والمسجون. يعني ما ينفعش واحد يروح يجيب تلاجة بالقسط ويتسجن عشان مش عارف يدفع تمنه. وانت مش مسجون بسبب تلاجة ادهم، انت مجرم، ومجرم كبير كمان. دي الحقيقة اللي لازم تتصالح معاها عشان تخلص من الضابط اللي جواك. بس انت شاركتني وخليتنا راس براس عشان انا الضابط، مش كده ولا ايه يا عادل؟ صح، بس النصاحة ان الضابط ده يساعدنا ما يأذيناش. في حاجتين لازم تتصالح معاهم يا ادهم عشان ترتاح. الأولى انك مجرم، ودي حاجة انت اخترتها بنفسك، محدش غصبك عليها. والتانية ان الإرهاب هو الجشاية اللي بنتعلق بيها دلوقتي. ده حتى الواد الجاسوس باجي معاهم، ما جدش عليك يا اخي